ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء كمال عامر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، أرحب بك معنا في هذه الساعة. أهلا بك يا فندم، تحياتي الطيبة لسيادتك وتحياتي الطيبة لشعب مصر العظيم دائما. شكرا يا فندم، كل عام وحضرتك بألف خير. دعني أبدأ معك بالرسائل التي من الممكن توجيهها الآن إلى الشعب المصري في ظل اختلاف معالم الحرب وفي ظل اختلاف الزمن. سيادة اللواء، الرسالة الأولى إن إحنا مصر العظيمة دي بلدنا، يجب إن إحنا نرعاها وتتحط في قلوبنا كلنا وننسى كل مشاكلنا أمام التحديات اللي هي ممكن تحق بها. الرسالة الثانية إن إحنا كل قواتنا المسلحة، كل أبنائها بيقدموا أرواحهم فداء لبلدهم. إحنا كلنا كمدنيين وكشعب مصر يجب ان نكون وعندنا ثقه ان بلدنا دي لو احتاجت روحنا كلنا او اغلى حاجه عندنا نقدمها. الرساله الثالثه الوعي ضد الاشاعات، لان انا عايز اقول حاجه، العدو بتاعنا متربص بينا والقوى الكارهه بتحاول تبث باشاعات عشان تخل بسيطره وباتزان وباستقرار بس. طبعا ويجب ان نواجه بكل حزم كل مصادر هذه الاشاعات وان نحبطها وان نكون على وعي كامل بما فيها. الرساله الرابعه ان كل واحد فينا يجب ان هو يقوم بواجبه ونربي ولادنا على 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 الولاء والانتماء لبلدنا. الرساله الخامسه ان يجب ان احنا حرب اكتوبر دي هي 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 كانت مش حرب، يعني عايز اقول ايه، روح هذه الحرب يجب ان تظل معانا على طول، لان روح هذه الحرب كانت عباره عن انتماء عميق لمصر وتكاتف قوى جبهه داخليه مع قواتها المسلحه عشان تدير اثار العدوان، وفضلت 22 سنه متماسكه عشان تزيل اخر حبه غم في مصر. نعم. لما ترفع العلم على طابه 19 مارس 89. صحيح. وبعد نتيجه التربص بمصر في 67. صحيح. طيب سياده اللواء، يعني بما انك تفضلت بالذكر عن ما يتعلق بالروح التي كانت تجوب في هذه الحرب، حرب 73، ربما ازيد على كلامك سياده اللواء ما قامت بذكره الصحف الاسرائيليه في ذلك الوقت، ان من قام وكان السبب الاول في نجاح هذه المعركه وكان السبب في انتصار اكتوبر 73 هو الجندي المصري، هو المواطن المصري. صحيح، هو بطل هذه الحرب، هو الانسان المصري، هو الانسان المصري سواء كان مدني او عسكري. وطبعا الجنود بتوع مصر دول كانوا جنود ابطال، ونحيي شهدائنا منهم ونحيي ضحانا منهم ونحيي كل من قام بتضحيه مدني او عسكري في سبيل بلده خلال هذه الحرب. طبعا لان هذه الحرب كانت حرب الحقيقة، يعني استعادة كرامة وأرض مصر معها كرامة وأرض العربية. نعم. كل طيب. موقع وكل مكان. سيادة اللواء، يعني في هذه الأثناء ربما نخوض حرب من نوع آخر، لا أتحدث عن الحرب السلبية ولكن أتحدث عن حرب نتحدى فيها أنفسنا في عملية البناء وفي عملية التعمير، نحاول أن نسابق فيها الزمن والوقت حتى تكون مصر مليئة بالإنجازات والمشاريع. كيف يعني تابعت هذه الحرب ربما التي تخوضها مصر ولكن من نوع آخر، حرب في البناء والتنمية وما وصلت إليه مصر في السنوات الأخيرة؟ اللي أنا عايز أقوله إن مصر حبها ده مش كلام ومش شعارات. طبعا. ومش إن إحنا عايزين نبقى نحب مصر، لا، هو مصر بيعاد بناءها الآن، رئيسنا العزيز الغالي بيعيد بناء مصر الآن وبكل المحبة وبكل العزيمة والإرادة القوية، إن هو بيتابع حتى يوم جمعة بيتابع. أنا عايز أقول إن الشعب المصري كل واحد فينا عليه واجب، اولا عندنا لازم يبقى عندنا وعي بما يتم حولنا، وبهذا الجهد الكبار اللي هو يتم في سنوات كبيره جدا وبيختصر في اقل زمن ممكن، ده وراه جهد عظيم، وراه تخطيط، وراه قياده. صحيح. وراه اخلاص، وخلفه عمل متصل لجنود مجهولين لايادي شريفه تقدم كل خير لبلدها.
طبعا. اللي انا عايز اقوله يجب ان احنا جميعا كل واحد فينا له واجب، وامن مصر ده من واجبنا كلنا، وقوه مصر وبناء مصر ده يجب ان نشارك فيه جميعا. نعم. ويجب كل واحد فينا حسب دوره وحسب امكانياته وحسب ما يملك يستطيع ان يساهم في بناء بلده بناء عظيما. ويجب ان احنا واحنا بنبني نكون على وعي كامل عشان ما نسمحش لاي حد يفرق صفوفنا او يندس. نعم. باي حاجه ضده. صحيح. مره اخرى كل عام وحضرتك بالف خير وكل الشعب المصري بالف خير وسلامه. سياده اللواء كمال عامر المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا جزيلا لك.